نحتفظ بقى بالابتسامه دي بعد ما تاخد السر. قولي. ده سر عنك ما يعرفوش حد، او انت مش ظاهره لحد. احنا هنقول، هوريهولك انت الاول، ممكن تقولي ما تقوليهوش، مش هقول، انا موافقه، بس هتديني سر بداله في 30 ثانيه تكون مطلع لي السر التاني اللي انت بارادتك هتديهولي. لو خلصت ال 30 ثانيه وما كنتش قلت لي سر تاني هقول السر ده. قولي. يلا احسب له ال 30 ثانيه. قولي. اقوله؟ ليه بتحسبي؟ قولي طبعا. اقوله؟ اه طبعا. قولي. متأكد؟ طبعا. كنت على علاقة بواحدة عربية زمان وكانت بتصرف عليك. لا كده. مفيش كلام من ده. وكانت أكبر منك ب 30 سنة. 30 سنة؟ ليه؟ أنا عارفة. ما تقول لنفسك. الله. ما تقول لنفسك. عارفة إيه دي؟ زمان بقى كنت صغير. قد إيه؟ ها؟ قد إيه كام سنة يعني؟ ما أنا يعني مش ما مش عارفة. 30 سنة مثلا؟ فهي 60. أيوه 20 سنة وأنا لسه في البلد صاحب واحدة عربية منين دي؟ لا طبعا ما حصلش اصلا، بس كنت مصاحب واحدة اعرف واحدة كانت أكبر مني في السن، بس ما كانتش بتصرف عليا، أصلا ما كنتش لاقي تاكل يعني. وكانت مش مصرية؟ كنت أعرف واحدة مش مصرية، كانت أكبر مني في السن، بس مش ب 30 سنة، 30 سنة إيه؟ بس كنت أعرفها عادي، مفيش علاقة.